السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الطقس سيء جدا جدا، في تحذيرات شديدة عن الطقس. اليوم هو البداية الفعلية لتقلبات الخريف على القاهرة الكبرى، وخصوصا مرتفعات شرق القاهرة معرضة للغرق. ستكون الأجواء هادئة حتى ظهر اليوم، ثم تزداد تكاثف السحب وسرعة الرياح بفضل المنخفض الجوي الذي سيغطي إقليم القاهرة الكبرى كاملا، ليكون يوما ممطرا مع احتمالية كبيرة لحدوث البرق والرعد بدرجة متوسطة إلى شديدة. تبدأ الحالة الجوية بالتقلبات بداية من الظهر حتى مساء اليوم، وكلما اقتربنا من المساء تنخفض الحرارة مع سرعة الرياح متوسطة، وربما تحدث هبات قوية في حالة حدوث عاصفة رعدية. فيرجى توخي الحذر بداية من عصر اليوم، وخصوصا للأطفال، والناس تبدأ تلبس شتوي علشان الجو بدأ يتقلب. هي ديت مش بداية الشتاء، بس ديت زي كده بداية بتقول ان الشتاء جاي، لكن الجو هيحرر حاجة بسيطة تاني. بس دي أمطار شديدة جدا هتبقى مستمرة النهاردة وبكرة على عدة محافظات، فنخلي بالنا من أطفالنا ونلبسهم تقيل. والأطفال اللي بتروح الحضانة تبدأ تلبس جواكت علشان ما يبردوش، بعد الشر عنهم.